والموضوع حقيقة يعني الدائرة هسه جاهزة من كل النواحي باستثناء أكو فقرات اللجنة اللي جت من بغداد من وزارة الداخلية ثبتت بعض النواقص واتفق على أنه مع المحافظ واللجنة اللي هي موجودة التنفيذ على إكمال هذه النواقص. المحافظ أوعز يعني حقيقة من فترة على تجهيز كرفانين وتكملة النواقص اللي هي نواقص بسيطة لأجل افتتاح المبنى. الأجهزة مشترات والموقف حاليا فقط بس على الكرفانات. النواقص يعني نقدر نعتبرها على وشك الإنجاز. الكرفانات موعدها يعني كان يفترض ذاك الأسبوع الماضي بأمر من السيد المحافظ أوعز إلى اللجنة وإلى القسم الفني المعاول الفني بإرسال الكرفانات. من المؤمل أعتقد يعني يفترض أخذت أكثر من المدة المقررة، ولأنه أنا أتابع حتى تصنيع الكرفانات والمعاول الفني أوعزنا أنه كانت الموضوع في نهاية هذا الأسبوع توصل إلى موقع موقع الجوازات. اليوم يعني اليوم راح اتصل ايضا بالسيد المعاون ونشوف يعني هل انه ايفاء بالموعد ام راح تؤجل الى اشعار اخر. على معلوماتي يعني يفترض البنايه كان يفترض تنفتح وتشتغل الجوازات يعني من بدايه الاسبوع الماضي، بس احنا نعطيها مهله اخرى ما مشكله لا باس حتى نشوف الجوازات الكرفانات وين وصلت مراحلها. واليوم اكيد راح اتصل بالسيد المعاون الفني ومننا اليوم الاحد ان شاء الله بعون الله على الموعد مال السيد المعاون الفني. يفترض قبل يومين ثلاث ايام اتصل، بس مع ذلك احتمال اكو فد اشياء اخرى اللي عرقلت وصول الكرفانات، فراح نتصل به اظن اليوم ونتابع اسبوع الاخر ان شاء الله بعون الله. متوقع انه تصل الكرفانات اسبوع الاخر.